كيف بدي عليك يا بنتي؟ ربنا يقومك بالسلامة يا رب. كلها ساعة وتفوق إن شاء الله. بس ما بقى أكرم منه. هو جيته تأخر كده ليه؟ أنت عارفة بقى المحضر وقبل الأقوال اللي بياخدوها من الحاجات دي بتاخد وقت. قولي لي لبنى يا بنتي، إيه سبب الحركة؟ أنا كل ما أسألك تقولي لي كلمتين وتسكتي. هقول لك إيه بس. هو زيزو جاي يخطبني وعاصم أخته طبوا بقى وحصل اللي حصل. لبنى، عايزينك تحت عشان ياخدوا أقوالك. هو زيزو خلص؟ آه، خدوا أقواله هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضموا أقوالك للمحضر. طيب ماشي، أنا مضطرة أنزل بقى. مش هينفع أرجع عشان تأخرت. طيب يا بنتي، يا عاملة إيه دلوقتي؟ زي ما هي يا ابني. أستر يا رب، أستر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش برضو أوضة بنت عمة زيزو؟ أيوة يا أخو. هي فقت ولا لسه؟ لسه يا أخو، زي ما أنت شايف. كانش ليها لزوم الهدية دي. لا ما تقوليش كده، ده أقل واجب الواحد يعمله. أمال فين زيزو؟ بياخدوا أقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بيه. اتفضل. اتفضل يا نهار أسود بإذنك. فلوس دي تعبانة إيه دي؟ ما تقوليش بس كده، عيب. ده أقل حاجة يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. سلام عليكم. اهلا بسيد المعلمين. ابن حلال، لسه كنت نازل لك. بقول لك ايه، عايزين نركن في اي حته كده نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البنت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه. يلا بس تعالى. ماشي، تعالى نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف، طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر مريحات يا انديل. انديل؟ ايه انديل دي؟ بلعب معاك في الحاره؟ اسمع يا عم انديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي، هستحملك للاخر. كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طولة البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت في كل حاجه. شايف ده؟ هسلمه للنيابة، عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره، لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمة يا قنديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق، لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم ما ودي، واللي عازم انت عمتك هيجي لها لغايه عندها. ما انا قلت لك والغلبانه دمها بينزل على الاسفلت. ليه 10,000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه. شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطانه. انت اللي سايق الشيطانه على الصياعه يا عزيزو. رحت المخزن وخربته. لميت العده والكارتات. ورحت بلغت عنا انا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا قنديل، بس اللي زيك دماغه ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات الا انت. يا ابني ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش. انا وانت والشرشابي وعطيه وشافعي وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الاول قلت لي ما انتش عايز شرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي، ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحة، نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزة زي أبوه، لكن ورحمة أبويا ما هيحصل وهتشوف. حقي هاخده 10,000 جنيه وال15 بتوع أبويا. لا دي بقى مش فاهمة، إيه ال15,000 بقى بتوع أبوك دول؟ البضاعة اللي اتسرقت ووصل الأمانة وبكر وشبره، اهي دي بقى قضية تانية ومضمونة وعندي الدليل، بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا قنديل. يا ابني انت ماشي في سكة في ناس قبلك جربوها، سكة اللي يروح
ما يرجعش. وماله؟ خلينا نجرب سكة اللي ما يرجعش على ايدك يا قنديل. يا فييس يا قوي ذاك القرف بتقفل لي كوتشينه يا زيزو. ماشي ماشي قوي وحياه امي للبخك. الحمد لله على السلامه يا دكتوره. اتفضلي صدعيني انت وهي بس بسرعه عشان مش فاضيه لكم. لا هو انت لسه ما تهديتيش بعد الفضايح اللي شافها شارع عبد العزيز كله. انت اخر واحده تتكلم على الفضايح يا زباله، انت فاهمه ولا لا؟ ايه ده بالراحه على نفسك شويه. مش كفايه المصيبه اللي عملها اخوكي وهرب زي الاندال؟ ولحد دلوقتي احنا مش عايزين ناذيه. اللي عايزه تعمليه اعملي، روحي بقى بلغي ارفعي قضيه خدي اختك الزباله دي وانزلي بضحيه في الشارع، لكن تيجي هنا تفتحي بقك لا، انت فاهمه؟ يا جماعه كفاياكم فضايح، تعبتونا. طب والله العظيم هسيبه ولازم اخرج بيته بره زي ما دبرني وهرب. اعملي اللي تعمليه. ماشي يلا يا بابا، يلا دول ناس زباله. عاجبك كده يا وش المصايب جبت لنا كلام والتهذيب؟ هقول ايه؟ منك لله. يا بنتي فهميني سبب الخناقه اللي بره دي ايه؟ عادي يا بابا ما يهمكش. اصلا دول ناس تخاف ما تختجيش، لو جم تاني بقى هزقهم واقفل الباب. الله. طب استني فهميني كنت بتعملي ايه في المستشفى؟ حصل ايه؟ بس انا عايز اقولك ان انا خلاص جبت قرار. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ انا رحت المكتب اللي جاب له التأشيرة وجبت تليفون وعنوان الشركة اللي بيشتغل فيها بره، بس وديني ما انا سايباه، يا اما بقى هيعمل اللي في دماغي يا هينزل مصر هنا افاي قمر عيش وهسجنه هنا كمان. يا بنتي مش بتقولي انك حامل؟ يا احسان انا مش حامل، انا كنت بس بقول لهم كده عشان اخوفهم، بس بيني وبينك لو حكمت ان شاء الله حتى اجيب لهم عيل بعد 9 شهور ابن حرام واقول لهم ده ابنكم كمان. واحنا بقى نقعد نستنى انا وابوكي 9 شهور في الفضايح اللي انت عاملاها لنا دي؟ كانت في القرف. بس الحمد لله. يعني فقت من البنج؟ لا لسه، بس الدكاتره طمنونا عليها. المشكله بقى في المحضر اللي اتعمل وكان لازم اقول فيه كل اللي انا شفته. يوه ليه بس كده يا لبنى؟ هعمل ايه بس يعني يا بابا؟ ما الراجل سالني وكان لازم ارد عليه. اي نعم يعني كل اللي قلته ضد عاصم وابوه، بس بصراحه بقى يستاهلوا عشان حاسين ان ارواح الناس ملهاش قيمه. وبعدين يا لبنى؟ وبعدين في ايه؟ في العيشه اللي احنا عايشينها هنا في عبد العزيز، والبيت اللي انا ورثته من ابويا الله يرحمه وعشت فيه طول عمري بشرفي وكرامتي، بقيت حاسس بالغربه في البيت والشارع. الناس بتبص لك كاني عامل عامله ولازم اتدرى منها. معلش يا بابا، مكتوب مكتوب يطلع لك ابن زي صالح مستهتر وواطي في كل تصرفاته، حتى ما فكرش يتصل بيك يقول لك شكرا على تذكره السفر والتاشيره اللي انت عملتهم له. انا لا عايز يشكرني ولا حاجه خالص، انا عايز يجي يشوف حل لبنتي دي عشان نلحق نلم الفضيحه. انا عارفه هي بتفكر في ايه. بتعمل ايه؟ تفكر تعرف فين مكان شغله وتكلمه هناك وتأذيه، يعني تفضل تزن عليه لحد ما يجي لها. بصراحة بقى يعني ياريت تعمل كده عشان بقى يلم نفسه ويشوف حل في اللي هو عمله ده. حتى لو كان بريء زي ما بيقول يا لبنى، حتى لو كان بريء والبنت دي غلطت وعملت الحكاية دي مع حد غيره، ليه هو يجي يدخل؟ استغفر الله العظيم يا رب، أنا بقول إيه؟ بس بصراحة بقى يعني هو يستاهل عشان هو مستهتر وسافل وواطي أساسا. معلش أنا آسفة يا بابا، أنا آسفة، مش قصدي والله. طب اهدي اهدي بس، تعالي بقى نشوف لنا لقمه ناكلها لحسن. انا حاسس ان السكر عندي واطي وجسمي كله بترعش. سامحني، كل اللي حصل النهارده ده محتاجين نفكر فيه تاني بهدوء. وانت كمان سامحيني انت وعبد العزيز، يعني على الطريقه اللي كلمتكم بيها، لكن الراي نفسه بقى لسه زي ما هو، صح؟ يا بنتي أنا زي أي أب بدور على مصلحة بنتي، لو ليك رأي تاني نتناقش. ما بقاش فيها تفكير، شكل زيزو هو بيتخانق مع عاصم النهاردة يا بابا، حسيت إنه بقى واحد تاني خالص أنا معرفوش. أنا السبب طريقتي معاه في الكلام عصبته، عشان كده لما شاف عاصم قدام منه بيتعنطز عليه وما قدرش يمسك اعصابه. بقول لك ايه؟ ما تقومي بقى ندور على اي حاجه ناكلها، وبعدين احكي لي حصل ايه في المستشفى؟ هيلو؟